اليوم سوف تفهم أشياء ليست عن المفاهيم الأولى التي فهمتها. موضوع الكارما، كيف تحدث؟ هل يمكن السيطرة عليها؟ وموضوع الكارما سمي في جميع ثقافات العالم بأسماء مختلفة بأي لغة تعرفها. ومفهوم الكارما السطحي الذي نعرفه هو فعل الخير يأتيك بشيء فيه خير، وفعل الشر يأتيك بشيء فيه شر. هل هذه هي الكارما؟ هذا فقط مفهوم سطحي لماهية الكارما، فقط على السطح. كعادة أخطر جلسات التأمل، ارتدوا لباس الغوص لأننا سوف نغوص في الأعماق، في أعماق الحقيقة، لكي نفهم الكارما والأشياء الثلاثة المتجدرة بها والتي تشكلها. فركزوا معي. هنالك أشخاص يقولون نحن نقوم بفعل الأشياء الصائبة والأشياء الجميلة والأشياء التي فيها خير، ولكن لا نلقى أي شيء. نقوم بكل شيء رائع وصائب ولكن لا نرى نتيجة. هل هذا يحدث؟ لنكون صريحين مع بعضنا، هل هذا يحدث؟ نعم. تقول أنا أحب الناس وأتقرب من الناس وإلى آخره، ولكن لا أرى نفس الشعور المتبادل. هل هذا يحدث؟ نعم. شخص يقول هنالك شخص يقوم بأفعال سيئة ولكنه لا نرى فيه أي من النتائج التي تحدث، أو أننا نرى فيه رد الفعل من الفعل الذي قام به. هل هذا يحدث؟ نعم. هنا فتحنا أول جذور والذي ستعطينا مفاهيم الكارما. الكارما تتجدر في ثلاثة أشياء. أول شيء يجب عليك أن تفهمه أولا، ما هو مفهومك من الخطأ والصواب؟ هل مفهومك من الخطأ والصواب هو حقا خطأ وصواب، أم أنه لا يلائم فكرك فقلت أنه خطأ، أم أنه لائم فكرك فقلت أنه صواب؟ ركز. هل عندما ترى شيئا هو ليس صائبا لأنه ليس صائب، أم لأنه لا يلائم فكرك فقلت أنه ليس صائب وانتظرت العدل فيما لا تراه أنت غير صائب؟ هذه الشفرة الأولى. الشفرة الثانية، عندما يقوم شخص ما بفعل خير، هل يقوم بفعل هذا الخير لأنه يحب الخير، أم يقوم بفعل هذا الخير لأنه ينتظر النتيجة والتي كانت منذ أولها نية فاسدة؟ من أولها نية فاسدة. هل يفعل الخير لأنه يحب الخير ويبت عن دبدبات وترددات عالية، أم أنه ينتظر نتيجة؟ هل تحب ابنك لأنك تحبه بدون شروط، أم تحبه عندما ينجح على سبيل المثال وتشتمه وتقول له يا فاشل عندما يرسب، وتكون في دائرة الحب المشروط ودائرة الكارما التي لا تعلمها والتي تتجسد بأشكال مختلفة؟ رقم واحد والجدر منها هو النية. النية إن كانت تنتظر نتيجة أو إن كانت تنتظر شيء فهو رغبة في المستقبل، والمستقبل كما نعلمه معدوم، لا يوجد مستقبل، يوجد حاضر يشكل الحياة أو يشكل الحياة التي نحياها. وقبل أن تتشكل هذه الحياة سوى سلبا أم إيجابا كان لزاما أن تكون هنالك نية، سوى نية حسنة أم نية فاسدة، السالبة أو الموجبة، وستكون في نتائج خياراتك. دائما ما أقول هذه الكلمة، نتائج الخيارات تحمل معنى عميق لمن تمكن من أن يفهم ما أقول. عندما ترى شخصا ما يقوم يقول لك مثلا أود أن أسرق ذلك الهاتف من ذلك الشخص، أنت تعلم وبشكل واضح أن السرقة أمر سيء. يجب علينا أن نقول فكرا ما فكر، هو عبارة عن أخذ حق، وأخذ الحق من شخص ما هو أمر سيء، لا تحتاج أن تلائم فكرا أو لا تلائم فكر. لكن بالنسبة لذلك الشخص يرى أن الأمر طبيعي ولديه بعض آليات الدفاع النفسي الذي يقول لك الحياة يا أخي صعبة وأخي كذا، وأنا أقوم بهذه فقط، يحاول أن يجد أعذارا أمامه. وأنت تقول في نفسك سيعيش في نتائج خياراته،
فعله هذا الذي سيقوم به سيكون له ردة فعل أو ما تسمى بالكارما. هل هذا ما سيحدث له؟ أقول لك عزيزي، الكارما أوريدي حدثت، والتي نتجت له هذا الفكر لكي يسرق، ليس لأن يبدأ بالسرقة، بل الفكرة بحد ذاتها وآليات الدفاع التي قام بها. ها قد بدأنا نفتح الخيوط. النقطة الثانية، الكارما متعلقة بالعقل. ركز، الكارما متعلقة بالعقل. العيش في رغد الحياة واطمئنانية النفس، والعيش في حالة وعي أو consciousness أو present الذي تحدث عنها الناس منذ قديم الزمان، وتحدثوا عن هذه القوانين وإلى آخره. ما علاقة الكارما بالعقل؟ لنعود هنا حتى لا أخرج عن النطاق. العقل تكون فيها أفكار، ما نوع هذه الأفكار؟ أهي هدامة أم بناءة؟ وهذه الأفكار تعتمد على نسبة وعينا لكي ندرك أننا نحن لسنا الأفكار ولسنا التخيلات المستقبلية الكارثية. هنا حتى إن لم تكن واعي بنسبة بما فيها الكفاية لكل فكرة، فأنت منتبه، مراقب على الأقل، وتعلم أن هذا الشيء هو فكرة، هذا الشيء هو كذا، يكون واعي، لا تجعل الأفكار تأتي بمفردها. ولكن ما علاقة الكارما بالعقل؟ مجددا، هنالك أشخاص يخرجون من مشكلة فيأتون في مشكلة أخرى، وربما جميعنا نعلم هؤلاء الأشخاص في حياتنا. يخرج من مشكلة يدخل في مشكلة، يخرج من هنا يدخل في هنا، يخرج، ترى أن المصائب تتكتل عليه هكذا في حياته. هي سيطرة العقل والكارما المتكررة، سيطرة العقل والكارما المتكررة والتي انعدمت فيها النية. لماذا؟ العقل إذا أتيته بشيء ما ثمين جوهري، عقله سيمنعه، لأن أفعاله وتردداته ومشاكله التي يقوم بها هي خارجة عن الشيء الثمين الذي ستعطيه له، فسيرفضه مباشرة، أو سيقول لك كلام فارغ، أو سيقول لك كثير من الأشياء. ولكن إن كانت له النية مرغوبة وموجودة وعمل كيف يفعل الحواس لكي يدرك، لخرج من الكارما المتكررة التي تأتيه بمصائب في حياته كل يوم أو كل لحظة. أفكارك كذلك نفس الشيء، هل تعيش في نعمة الأفكار والفكر وتعيش في وعي مراقبا للأفكار وتعيش في لحظة جميلة داخلية، أم تعيش في تقوم بصنع شخص في عقلك وتتخيل أنك تتجادل معه، أو عندما تلتقي بشخص ما ويكون بينك سوء تفاهم تعود إلى المنزل وتقول ها أتتني هذه الفكرة، يا ليتني قمت بالرد بهذه الفكرة، وتقول هل تعيش في هذه الكارما التي تتجسد في العقل والتي بدورها لها علاقة بالعقل الباطن والبرمجة السابقة؟ نقول هنا أن الكارما لها علاقة فقط، ليس لأنها الأساس، وإنما بداخل العقل. لماذا نضال تتحدث عن الكارما بداخل العقل وبداخل النية وكذا وهي تحدث في العالم الخارجي؟ كل ما يحدث في عالم الفكر يتجسد في العالم الفيزيائي الثلاثي الأبعاد. المستقبل ما هو إلا وهم، الماضي الذي تتحدث عنه وتقول هنالك ماضي. إذا قلت لك الآن، نحن اقتربنا من 2020 لنتحدث عن 2019، إذا قلت لك الآن عد لي أول تاريخ في 2019 هذا وقل لي ماذا تتذكر من أيامك كلها من أول يوم إلى اليوم هذا الذي تشاهد فيه الفيديو، كم يوم ستتذكر وما تتذكر الأحداث التي فيه؟ ستتذكر القليل، ربما بضعة أيام، هذا إن حدث حتى، هذا إن تذكرت إفطار اليوم. هل أدركت معي الآن حياتنا هي مجرد وهم؟ يعني أقصد المستقبل، الحقيقة هي الحاضر التي يتجسد فيها المستقبل، وعندما نصل لذلك المستقبل يصبح ما خلفنا ماضي. وهنا لك الحرية بأن تتمسك بالماضي وتعطيه طاقتك وتركيزك وتشكل الكارما الخاصة بك
أم تنتقل إلى الحاضر التي يجسد المستقبل؟ انسى معلومة العمل بجد، مقولة العمل بجد، ما هي إلا كلمة تهدف إلى تجنيد البشر لكي يركضوا في الصحراء. جميع البشر تعمل بجد على جميع مدارات مجالات الأعمال، ولكن هل هنالك سعادة في حياتهم؟ هل حياتهم الزوجية والعاطفية جميلة؟ هل في علاقتهم العاطفية يوجد حضور أم خيال وغياب غياب الوعي والإدراك؟ هل في حياتهم رونق ونمط حياة جميل أم هنالك استرس وقلق إلى أنهم يرددون نفس نطاق البرنامج الذي تحوسبوا عليه، هو العمل بجد، العمل بجد، العمل بجد، ويزالون يركضون في الصحراء منذ سنوات عديدة، وهم لم يصلوا إلي مكان بيضوي في الصحراء. هم مثل الشخص الذي فوق السيارة الرياضة ويجري ويظن أنه يمشي إلى الأمام لأنه مهتم بالمستقبل وضيع الحاضر. إن أدرك الحاضر، فقط إن أدرك الحاضر بفهم وبوعي لتوقف عن الركض، حتى وإن ضحك عليه أولئك الذين لا يزالوا يركضون، لأنه في هذه اللحظة سيعلم أن ما سينجزه في الآن هو الذي سيشكل المستقبل. لا يوجد نجاح يسمى نجاح أن تأتي إليك، يعني نجاح بالمفهوم متعرف عليه بالعمل بجد. النجاح يأتي بفكر، والفكر يحتاج وعي، والوعي يحتاج إدراك وخيال، والخيال كان في العقل. ركز، الخيال كان في العقل. فعندما تبدع وتؤتي بها بالنية والرغبة والثقة تتجسد في العالم الفيزيائي الثلاثي الأبعاد، والذي ربما يصبح مستقبلا، والذي يكون لك إنجاز هنا نتيجة خيال أو نتيجة فكرة أو إلهام أو حدس كان نتاجا عن إدراكها. وعندما أقول الخيال في الحاضر هو أن تكون مدركا أنك تتخيل، ليس الخيالات العشوائية. ركز معي، هنالك الخيال اللا إرادي التي ندخل معه في كوارت وفي أفكار خارج عن النطاق، وهنالك الخيال المقصود الذي نقصد الآن أننا نتخيل أو نحاول أن نتأمل ندرك ذواتنا من الداخل في حالة حضور وإدراك. الكارما لا تزال تعمل، وهو قانون كوني لا يمكن للإنسان أن يغيره. هناك من خرجها طبعا خارج نطاق السياق ودخلت في بعض السيناريوهات والقصص التي يحب الناس أن يصنعها، ولكن هذا ليس موضوعنا. الشيء الثالث من الكارما والذي دائما يعرقلها وهو نوع من الأساس هو الأنا والكبرياء، أو يمكننا أن نسميها الغرور أو الأنانية بالمعنى الأصح، وهو الذي يعرقل النية ويعرقل إدراك العقل بوعي، والذي يشكل هذه الدائرة الحياتية. عندما تكون مع شخص ما تتحدث معه واكتشفت فجأة أن كلامك خطأ وما قاله هو منطق، هل تستسلم له خارج نطاق الأنا والكبرياء وتقول له كنت مخطئ أعذرني، أم تستمر في كبريائك حتى لا تظهر ضعفك وتضطر إلى الكذب والنفاق، وأحيانا تستشهد بأشخاص لكي تثبت أنك على صواب وأنك على خطأ فقط لأنك لا تريد أن تعترف؟ وعندما نقول العامل الثالث هذا هو المسيطر بالدرجة الأولى والذي يحجب النية ويحجب الوعي ليدرك العقل، هذا بالمعنى الحرفي، لأن الأنا والكبرياء هي من الأساسيات التي تشكل الكارما، لأن بداخلها، بداخل وعاء الكبرياء هذا وداخل وعاء الأنا هذا ماذا يوجد؟ يوجد هنا التعلق، الحب المشروط، والذي كله يهدف إلى الكبرياء والسيطرة، يهدف بداخله أيضا الكذب لكي تثبت من أنت حتى تضطر أن تكذب، يوجد بداخله النفاق الاجتماعي، تكون بمنزلك بشكل وفي الخارج بشكل، تحاول أن تتظاهر بالكاريزما وأنت ليس لديك كاريزما ولم تطورها، تتظاهر بأنك تفهم هذا الشيء وأنت لا تفهم عنه شيئا، تتظاهر ب هل معي أنت الآن؟ لا نقول أنا ونقول هذا فقط مجرد كلمة نرميها، ليس هدف هذه القناة، وإنما هدفها أن تغوص في الأعماق. وهذه أسباب الكارما الثلاث. راجع نفسك، راجع
الأشياء التي يقوم بها الأشخاص ربما الذي تعرفهم ليس بفكرك وبمنطقك. انظر بوعي، لا تصدر حكما مسبقا أو تصدر حكما طبقا لفكرك، انظر بوعي وحضور واجعل الحقيقة تتجلى أمام عينيك. وقبل أن تنظر إلى الأشخاص نصيحة، انظر إلى نفسك أولا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد فتح أعينكم. شكرا جزيلا متابعيني الأعزاء، سلام.